عزيزي ما جمي بخيزان بيتان علي صاحب مطعم الأسكار 140 شهر بكوتي محمد صاحب جربة رستوران توريستيك كلاسي كشك. اليوم تعرض الرستوران للاحتجاج من جماعة فهمتني من الطرفين، جماعة ما يحبوناش ما يحبوش تونس، وضد الشراب وضد السياحة اون جينيرال. عرضوا وهدوا وفما فيديو عملته جابوا ماجازين يوضح اللي هو فما شكون تهدد على واحد يهودي من كرامته شو يضربه، وفما واحد لمن بيرسون قال اللي عطاو مرة جاي نجيب التراكس ونهدو اون ديريكت اون فلاغرون موجودة نجمو تشوفوه الفيديو ده في نفس اللحظة. اليوم حاب نوصل الفيديو هذايا الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، نحب تدخل بعين الاعتبار وتعاوني وتاخذ حق المنظومة السياحية دي الرستوران دي وتاخذ لنا حقنا كبيرسون أقليات من المجتمع اللي هو هذايا المتطرف كما هذايا، ونحبوا تونس ونحبوا الجربة ياسر ونشروع هذايا السياحي وكشير، ونحبوا نعيشوا مع بعضنا كجرابة يهود ومسلمين كيف كيف ببعض علينا الجماعة هذونا اللي قاعدين ضد تونس وضد السياحة وضد اليهود وبالسلامة.